غريبة، في حادثة في الشارع بتاعنا ولا إيه؟ في إيه يا ماجدة؟ إيوه يا مدام نجوى، ده حوار من أول رمضان في العمارة اللي في آخر الشارع. أنا هقولك اللي حصل. صبحي وأمين اتنين جيران ساكنين تحت بعض، أمين في الدور الأول وصبحي في الدور التاني، بقالهم سنين علاقتهم كويسة. لحد من كام يوم صحي أمين وفتح البلكونة ياخد قميصه المنشور لقى غرقان مية. غريبة، ده أنا نشره من مبارح ولسه مبلول، وفجأة نزلت عليه شوية نقط مية من فوق. يرفع راسه كده لقى صبحي ناشر هدومه كلها وهو اللي غرق قميصه. قعد أمين نص ساعة يدور على قميص نظيف، قميص نظيف، قميص ناشف، لحد ما عطر في واحد وطلع لصبحي بيه وقال له هو عصبي، ينفع كده؟ غرقتلي قميصي، مش تاخدوا بالكو وانتوا بتنشروا هدومكو؟ أنا لولا صايم كنت عملت معاك الصح. صبحي قال له بنفس عصبيته، يعني هو أنت صايم وأنا فاطر مثلا؟ ما تلم زعبيبك دي يا أمين وتتكلم بأدب يا أمين بدل ما افطر عليك. ورد أمين وقال له تصدق بقى أنا اللي هفطر عليك. وقبل ما يمسكوا في بعض الجيران حشت بينهم ولموا الموضوع. أمين بسبب المشكلة دي اتأخر على الشغل واتأخر طبعا على البصمة واتخصم له نص يوم. ما بقاش قاعد يفكر في الشغل، لا ده عمال يراجع كل أفلام الأكشن اللي شافها في حياته عشان يتعلم ياخد حقه وينتقم زيهم. وتحت العمارة لقى أمين ركنة صبحي فاضية. هم منظمين نفسهم وكل واحد عنده ركنته، محدش يجي ناحيتها. أمين يسكت؟ لا، راح أمين راكن مكان صبحي وهو حاسس بانتصار عظيم وحاسس إن هو كده انتقم وخد حقه منه. رجع صبحي لقى أمين واخد مكان ركنته واضطر يركن على بعد شارعين وراه. وإحنا طبعا من عادتنا لو نقدر نركن عربيتنا جوه الشقة يبقى حلو قوي وتعشت. وعرف إن صبحي قاصد يعكنن عليه. يسكت؟ لا، قال طيب أنت اللي جبته لنفسك يا أمين. راح رايح جنب عربيته كده وقال يعني بيربط في جزمته وراح مفسيله كل العجل. شكله بالتصوير البطيء وهو بينفض ايده والضحك على وشه من الودن دي للودن دي وهو داخل العمارة وصوت تهوية الكاوتش في الخلفية، تحس ان هو كان بينجز مهمة وطنية. امين نزل الصبح رايح شغله شاف عربيته اتصدم، كان بيحسب خلاص الموضوع خلص، ما يعرفش ان صبحي نابو ازرق ومش هيسيبه. وعلى بال ما نفخ الكاوتش تاني كان اتأخر ساعتين بحالهم على الشغل، ومديره قال له اليوم خلاص اتخصم منك بسبب التأخير ده كله، روح احسن. وروح امين ورغبة الانتقام جواه عمالة تكبر وتكبر. يستهدي بالله بقى ويسكت؟ لا، قال لك عشان أنا ساكن تحته فالمية لازم توصل له عن طريقي. وراح فتح كل الحنفيات اللي عنده وقعد يملى في جراكن، يملى في جراكن وفي أزايز عشان المية تقطع عند صبحي. وحصل، صبحي كان بيستحمى وفجأة المية قطعت عليه والصابون في عينيه ومش عارف يتصرف إزاي، وبقى لا عارف يطبخ ولا عارف يشرب ولا عارف يستحمى ولا عارف ولا عارف، ولما بيحتاج يروح الحمام بينزل القهوة اللي تحتهم. المهم ان هو لازم يستحمى، ريحته طلعت. يسكت؟ لا، قال زي ما حرمتني من المية والله لحرمك من أحلاها نومة. واستنى صبحي أول ما الليل جه وشاف أمين بيطفي النور عشان ينام، وراح طالع البلكونة ومشغل سماعات الدي جي بتاعته بصوت عالي قوي، الموسيقى الجبارة دي دم دم دم، يعني مش قادرة أقول لكم. أمين طبعا عينه ما شافتش النوم، طول الليل عينه مفتحة من صوت المزيكا، هبد ورزع، وطبعا ما عرفش يروح الشغل. يسكت؟ لا، قال حلوة قوي، على نفسها جنت براكش، وراح نازل جايب شكارة فحم، ولا أنا بقى حوري قلة الراحة على أصولها. وفي البلكونة فرش أمين فرشته وولع في الفحم ولم كل الهدوم القديمة اللي عنده ولم الجرايد والمجلات ولم الشرابات المقطعة والفانيلات المقطعة على فطين كان الفر أرض منهم حتة وعلى بلوستين من مراته، أي حاجة يقابلها في سكته يحطها في الحريقة، والهوى يطلع الدخان في اتجاه شقة صبحي.
لحد ما صبحي صحي من النوم لقى نفسه وسط دخانة كبيرة جدا. اتخض وافتكر انه مهتوب يتحاسب، ومفيش دقايق الا وجات الشرطة خدتهم هما الاتنين. حريقة حريقة، والاتنين وقفوا قدام بعض وكل واحد بيقول للتاني انت بلغت عني، التاني يقول له انت هتستهبل، ده انت اللي بلغت عني. الله، بس صاحب البلاغ مش هما الاتنين، طلع جارهم اللي في الدور التالت اللي وقف قدام الضابط وقال له يا فندم انا تعبت منهم هما الاتنين، اقبض عليهم هما الاتنين، انا ما بنامش من صوت الموسيقى والاغاني والمية اتقطعت من عندي وجالي ربو من الدخان وانا تعبان قوي قوي وخلاص عايز اروح المستشفى والنبي تقبض عليهم وتريحني. وفجأة اتحول الموضوع من نقطتين مية نزلوا على القميص كان ممكن يتحل في ساعتها لمحاضر وبوليس وكلبوش. الضابط قال لهم يا الصلح يا الحبس. أمين بص الصبح وقال له خلاص خلاص أنا هتصالح عشان رمضان، لولا كده كنت افطرت عليه. صبح قال له صدق بقى أنا اللي هفطر عليك، هفطر عليك هفطر عليك، وقعدوا يغني أغنية وردة، ده يقولها له بشكل وده يقولها له بشكل. قلت لسانية أنا نفسي أعرف إيه علاقة رمضان بالعصبية، وليه لما تكلمي حد يقولك أصل الدنيا صيام وأنا عصبي؟ ده شهر كله روحانيات يا جماعة، المفروض يخلي أرواحنا رقيقة، مش نتعصب على بعض على أقل حاجة ونقول الحجة ياها إحنا صايمين ابعد عني السعادة. الصيام للروح قبل ما يكون للمعدة ولا إيه؟ عموما يعني أهو حصل خير.